الله. ثم جاءت آية أخرى بعد آية البقرة في سورة آل عمران، قال الله عز وجل فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، هذه دعوة، فالكل يدعي أنه يحب الله، فجاء الأمر الإلهي باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أخذ العلماء أن من أمارات وعلامات حب الله جل وعلا أن يتبع الإنسان سنة وهدي وشريعة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فكمال الاتباع دليل على كمال المحبة، وهذا يورث، وثمرته التي يرثها العبد أن الله عز وجل يحبه. وقد قيل: ليس الشأن أن تحب، بل الشأن أن تحب، أن يرزق العبد محبة الله عز وجل له، وتلك خصيصة عظمى وعطية كبرى. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه عينا أن الله عز وجل يحبهم. قال عليه الصلاة والسلام في حق علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ليلة خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكون عليه الصلاة والسلام يشهد لعلي بأنه يحب الله ورسوله، هذه ينصرف إليها المؤمنون جميعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بأن الله يحبه وبأنه هو صلى الله عليه وسلم يحب علي، فقال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه منزلة عظيمة، ولذلك قال العلماء: إن المحبة من أعظم مقامات الصالحين. لكن كيف ينالها الإنسان؟ ثمة أحاديث تقرب هذا المعنى. قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل، فأصبح الحديث قدسيا، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن أعاذني فلأعيذنه. فمعنى الحديث القدسي: كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، المراد التوفيق، في أن الله عز وجل يوفقه، فيصبح ذلك العبد يمضي في دنياه لأن الله عز وجل يحبه من فوق سبع سماوات، فيرزقه الله عز وجل التوفيق، والتوفيق من أعظم العطايا. وقد قال الأول: وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت به اعترافا كما ناداه ذنون ابن متى. وذنون ابن متى يونس عليه السلام دعا ربه بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نزه ربه عما لا يليق به، وحد الله في المقام الأول، اعترف بذنوبه وتقصيره وظلمه لنفسه. والمراد أن التوفيق من أعظم العطايا ومن قرائن وأمارات حب الله جل وعلا لذلكم العبد. ثم يأتي حديث جبريل متوجا عطاء الله عز وجل لذلكم العبد في أعظم صوره. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض. وهذه نعمة وعطية عظيمة تحتاج إلى عظيم الشكر. الله عز وجل لما ذكر الصالحين الأخيار كيف تقبلوا نعم الله، تقبلوها بالشكر، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وفي آية أخرى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. والله عز وجل قال للكليم الصفي النجي موسى بن عمران: وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل مثنيا على عبده نوح، قال: إنه كان عبدا شكورا. فأن يكتب لعبد القبول في الأرض ومحبة الناس له يرجى ولا يجزم، يرجى ولا يجزم بأنها من محبة الله جل وعلا له، لأن القلوب بيد الله. وقد قال العلماء: من أقبل على الله عز وجل بقلبه أقبل الله عز وجل عليه بقلوب عباده. من أقبل على الله عز وجل بقلبه أقبل الله عز وجل عليه بقلوب عباده، فيحبه الصالحون الأخيار عامة المسلمين،
لن يخلو من حاسد، لن يخلو من حاقد، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، لكن العبرة بالسواد الأعظم وعامة أهل الملة. فهذا مما جاءت الأحاديث فيه، مما يتوج به من يحبهم الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكمال اتباع العبد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث محبة الله جل وعلا، التي هي التي الغاية والمقام التي شمر إليها العاملون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون. فعندما يمشي العبد على قدميه في الأرض فهو محتفا به في الملأ الأعلى، يحبه الله جل وعلا، تلك المنازل الحق التي يغبط عليها كل ولي لله. هذا خليل الله إبراهيم، لما أغلظ عليه أبوه قال له كما خلده القرآن، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذا من قرائن وأمارات حب الله عز وجل لهذا العبد الصالح. بل قال الله عز وجل عنه واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من أرفع المقامات في منزلة المحبة.